الحصة ما قبل الأخيرة، تنتظرنا آخر غدا إن شاء الله آخر حصة اللي راح تكون فيها آخر تحذيرات لمقابلة شباب بلوزداد، اللي راح نعمله كل ما بوسعنا إن شاء الله لإبقاء النقاط الثلاث بملعب أحمد زبان إن شاء الله. إن شاء الله نقدموا في الكلاسمون بالك نولوا دوزيام بلاس، خفش عليك شي بالصور تاني خرج عندنا مقابلة خارجية إن شاء الله تكون الجولة هذه إن شاء الله تكون في صالحنا إن شاء الله. طرازيم مع طرازيم باينة بتكون صعيبة بارتية، وحنا إن شاء الله بربي عندنا لافونتاج من لعبوا في استادنا، إن شاء الله نكونوا بيان كونسونتري ونربحوا بالمباراة إن شاء الله.